يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الردود على أهل الباطل تقسي القلوب لأن هناك أناس يباعدوننا عن كتب أهل العلم التي ترد على أهل الباطل؟ عدم الرد عليها هو الذي يقسي القلوب، لأن شبهاتهم تدخل القلوب ثم تقسو، أما الرد عليهم وبيان الحق فهذا مما يلين القلوب ويردها إلى الحق، فلا تلتفتوا مثل هذه الأقوال الباطلة الصادرة عن أناس يريدون أن تروج الأباطيل والشبهات ولا يعترض عليها ولا ترد، ويقولون هذه حرية الرأي، هذا الرأي الآخر، هذا رأي والرأي الآخر، يعني صار الدين آراء. الدين ما فيه آراء، الدين وحي من الله عز وجل، تنزيل من حكيم حميد، ما وكلنا الله إلى آرائنا وعقولنا، بل أمرنا باتباع الكتاب والسنة والتفقه فيهما والعمل، والعمل بهما. ورد ما يخالفهما من الشبهات والأقوال الباطلة، ولولا الرد على أهل الباطل لما انتصر الحق ولا اتضح الحق للناس. ولكن أقول وما زلت أقول، ما يرد على هذه الأمور إلا أهل العلم. أما المتعلم وطالب العلم والمتعالم ما يجوز يرد على هذه الأمور، لأنه ربما يرد بجهل فيكون رده أشر من المردود عليه، لأن الرد إذا لم يكن بعلم صار فساده أكثر من نفعه. فأقول ما يرد عليهم إلا أهل العلم الراسخين في العلم، اللي يردون بعلم وحجج وبراهين، أما اللي ما تمكن من العلم فلا يرد عليه، لأن رده ربما يكون أسوأ من المردود عليه. نعم.